أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. استعدنا مستمرين معكم بالدورة اللي بدأناها، وحبينا نكون معكم بالاستوديو. نتمنى يعجبكم استوديو جديد اللي لنا. نحن اليوم بدنا نتابع بالدرس الـ 12 بدورة مقاومة المواد الهندسية التابعة للمفهوم الهندسي اللي نحن بدأنا فيه بالمقارنة بين الطريقة التحليلية وبين الطريقة باستخدام النمذجة بالسوليد ووركس. فاليوم راح نتابع بالدرس 12 اللي هو عبارة عن مثال عملي. راح يكون هذا المثال راح يوضح دراسة الهياكل الشبكية. فهذا هو المثال. احسب ردود الافعال في المسند A و B، وكذلك القوى بالاعمدة B C A C و A B، والابعاد مبينة بالشكل. عندنا هاي القوة عبارة عن 100 نيوتن، والبعد من النقطة C حتى النقطة A بشكل مباشر بواحد متر هو، والطول الضلع A B 4 متر. فنحن راح نبدأ بحل التمرين. لحساب ردود الأفعال بالمساند نحن بيلزمنا ندرس المفاصل اللي هي A و B، ونحسب الردود. في عندنا هون رد الفعل باتجاه المحور X بيساوي الصفر بمفصل A، لأنه ما في قوة بتقابله فهو بيساوي الصفر. وعندنا بعدها بدنا ندرس مفصل B، نحسب ردود الأفعال له. فعندنا رد الفعل بمفصل A نضرب الـ R AY بأربعة، وهون القوة هي نضربها بالبعد عن المفصل B اللي هي ثلاثة. وإذا بدنا نحسب القوة من الجهة الأخرى للمفصل A، فنحن عندنا القوة F نضربها بواحد بالإضافة إلى القوة رد الفعل بالنقطة بالمفصل B نضربها بأربعة. فهيك بصير عندنا نحن معادلتين بهالحالة هي. منعوض ومنطلع القيم. فهيك بهالحالة هي بنكون نحن طلعنا رد الفعل بالنقطة A بالمفصل A، ورد الفعل بالمفصل B على اتجاه المحور Y، لأنه المحور X بيساوي الصفر. طيب هلا بدنا نحن نحسب القوى بالأذرع. بنطبق طريقة العقد، يعني كل عقدة بناخذها لحل، عقدة المفصل A وعقدة المفصل B، ونقوم بالدراسة. فعندنا بنطبق طريقة العقد، وهي أن مجموع القوى في العقدة بيساوي الصفر. العقدة هي نقطة التقاء الأذرع، ذراع 2 3 هي هاي النقطة. هي رد فعل هون، فعندك ذراعين هون. العقدة A مجموع القوى في العقدة A باتجاه المحور Y بيساوي الصفر. هلا بدنا نطلع المعادلة. بنلاحظ إن هون كاتبين باتجاه السالب AC بساين الستين. هاي الستين ساين الستين اللي هو إذا أخذنا نحن الساين هو مقابل على الوتر، فإذا كانت الساين هيك المقابل على الوتر بهالحالة هي، أو الـ AC بساين 60، الضلع الثاني هو الـ R AY باتجاه معاكس له بيساوي الصفر. نحن بنعزل الـ AC بيطلع معنا الـ AC،
مجموع العقد في الار العقد ار باتجاه المحور اكس بيساوي صفر. انا ملاحظ ان هذا الاكس هيك باتجاه الزائد وهيك الواي باتجاه الزائد، فاللي بيخالفه بالاشاره بيكون باتجاه السالب. هلا هون عندنا ال AC بالكوساين معناها نحن المجاور على الوتر، فهي الضلع بدها تكون هيك كوساين 60 زائد ال AB، ال AB هي بيساوي صفر. نحن بنطلع ال AB لأن ال AC صارت معنا معطية من هون بنعوضها بيطلع معنا هي ناقص 433. هي الأرقام رح تطلع معنا بالطريقة التحليلية بالطريقة تبعت السوليد ووركس. مجموع القوى في العقد ب باتجاه المحور واي بيساوي الصفر. هاي العقد ب باتجاه المحور واي بيساوي الصفر. شو عندنا؟ البي سي هون إذا كانت الواي بهذا الاتجاه وبيسي باتجاه الأسفل فهي بتكون اتجاه سالب، بي ساين 30 فهي صارت ساين 30 هي المقابل فهي باتجاه هذا المحور بهي الطريقة هيك، ساين 30 ضرب البيسي واتجاه سالب. وهون عندنا رد الفعل بالمفصل بي على اتجاه المحور واي هو باتجاه الزائد فهو زائد، فهوديلي نعزل رد الفعل وعفوا نعزل البيسي، وبس نعزل البيسي بيطلع معنا 500 نيوتن. هلا نحن الارقام هاي تقريبيه، فنحن رح ننتقل نحن باتجاه دراسه باستخدام السوليد ووركس. انا جهزت فيديو مسجل جهزوا فريق الإعداد لنا، هذا هو الفيديو. هلا هون مثل ما شايفين فيديو سجلناه نحن كيف الطريقة باستخدام السوليد ووركس. هون رسم السكتش المقاطع رسمها، رسم الأضلاع وحدد أبعادها قيدها بالنسبة للمركز. التقييد كله عم يكون بالنسبة للمركز دائما وبالأبعاد المعطية بالنسبة لنص المسألة، فهي الفكرة الأساسية وقت اللي نحن بدنا نرسم رسمة بالسوليد ووركس أو بدنا نعمل حل لمسألة باستخدام السوليد ووركس. نحن علينا عملية ترجمة، بنشوف نص المسألة بنترجمها لطريقة يفهمها الحاسب، فهو بس يفهم الحاسب هو بيطلع الإجابات، بس مهم نكون نحن بنعرف حتى نطلع الطريقة التحليلية لحتى نطابق ونكون متأكدين من إجاباتنا. ممكن يخطأ البرنامج ببعض الأحيان ببعض الحالات، في حالات إنك أنت عاطي البارامترات غلط. هلا هون إحنا عم نضيف خليط الحديد، بالنسبة إلي بالصناعة ما كثير استخدمت خليط الحديد، بستخدم أنواع تانية حسب المعمل حسب المنشأة، بس كم بشتغل هلق بالطابعة فعم بستخدم البي ال ار بالدراسات اللي عم بشتغل فيها حاليا او الاي بي اس. الاي بي اس نوعا ما اصعب تصنيعه من البي ال ار حسب الماكينات والطابعات الموجودة. يعني هلا هون عم نعمل التثبيت، عم نثبت كل مفصل ونحدد البارامترات للتثبيت. راح نضيف قوة كمان
وراح نضيف هون تثبيت النقطة بمفصل هون. فنحن بس نضبط البارامترات كلها هون، ضبطنا البارامترات نحن نقدر نحصل على إجابات دقيقة. هلا بنعمل على Run this study. بننقر على النتائج وبنشوف النتائج. حددنا المفاصل، شفنا النتائج هي تقريبا متطابقة مع النتائج التحليلية بس مش نفسها بالضبط. بنروح على الجائز، ونشوف النتائج. نتمنى الدرس يكون فادكم وفي فائدة للجميع. نتمنى منكم دعمنا بالاشتراك، والشخص اللي بيتم الدورة عنا راح نقدم له هدية، شهادة حضور ومشاركة بالدورة موجودة على موقعنا، ونتمنى التوفيق للجميع.